أخيرا وصلنا اسكندرية بعد رحلة طويلة جدا، بقالنا تقريبا يومين عشان نقدر نوصل اسكندرية. الحمد لله وصلنا بالسلامة. طبعا أنا ما قدرتش أصور لكم في نفس اليوم، فطبعا جيت نمت وريحت ولسه صاحيين وهنشوف نعمل ايه في اسكندرية. اول مكان هناكل فيه هو السلطان ايوب، هنجرب الفته هنا وهنجرب السندوتشات برضه الشاورما، وهنقارن ما بينها وما بين الشام، هل الشام هيكسب ولا لا؟ الاجواء بقى في اسكندريه على البحر وقاعدين، الجو حلو جدا كده. مع فكره مصطفى بيعك فنكله يا عم. ده اللحمه دي مش سهل. جربنا السلطان ايوب، جينا نطلب بيبسي و7، لقينا المنتجات مصريه فدي اول مره هنجربها. دي كولا مصري، عندهم حاجات تانية بالفواكه بس انا اخترت دي، هجربها واقول لكم راينا برضو. يا جماعه الفته جامده جدا والكولسترول برضو حلو قوي هنا. وجبنا سندوتشات معموله في الفرن، هي العجينه بتاعتها زي الفطير كده اسمها البيك، دي حلوه قوي برضو. دي حلوه جدا بجد، طعمها حلو قوي. رجعنا بقى الاوتيل يا جماعه، ده رايح شويه الاوتيل، حاجزين في تيوليب على البحر. الاوتيل حلو جدا على فكره، مديانا سويت كبير وطبعا الفيو احلى حاجه هو البحر. اوريكم الفيو والجو الصبح رائع. الاوتيل حلو جدا، الفيو بتاعه كاشف اسكندريه كلها على البحر، اقدر اشوف القلعه من هنا. اكتشفت حاجه بقى غريبه جدا، ان مصر ارخص كتير جدا من سوريا، يعني الاسعار هنا في مصر ارخص من سوريا تقريبا. مصر ارخص مكان في العالم بجد، الاسعار هنا حلوه جدا. فالاوتيل هنا بنصحكم بيه جدا لان بجد الفيو حلو جدا خصوصا بالصبح زي ما انتم شايفين اسكندريه ورايا اهي. صوتر هنا عند المجمع النظري، وكنت فاكر هنا في حد بيع صوبيا حلوه جدا بس مش فاكر اسمه، هنعرف دلوقتي. اهو يا جماعه افتكرنا المكان، اسمه جمال الحلبي، خروب جمال الحلبي. خلينا بقى نجرب الصوبيا ونجرب حاجه ثانيه عنده. خلاص يا جماعه طلبنا من جمال الحلبي، طلبنا 2 صوبيا وتمر او قصب، مش عارفين عنده قصب ولا لا، بس طلبنا برضو تمر هندي. خلينا نجرب ونشوف طعمه لسه حلو مازال ولا لا. يلا بينا، يلا على الشوبات بقى. والله حلو، طعمه تحفه بجد، طعمه تحفه جدا بجد بجد. يا جماعه لو جيتوا اسكندريه لازم تجربوه، الصوبيا حلوه جدا، الصوبيا حلوه وفي الحر ده بتخلي الواحد كده ايه يحس يعني نشاط وحيويه، فجربوها بجد. وصلنا كارفور اسكندريه،
والله ذكريات المكان ده. يا جماعة جينا كارفور هنا في مكان بيقولوا ان هو قديم، انا اول مرة جربه. اسمه هولمز. اوكي. عامل برضو المشروبات هنا، هي مشروبات مصرية اسمها ماكس. ايوة. ده عبارة عن زي كول عادي. صح؟ ماكسي. ماكسي. اوكي. وده اسمه ايه؟ دبل دبل دير. اوكي. ده عبارة عن ايه؟ بطيخ. بجد؟ اوكي.